السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من مسلسل حياة خاصة. عفوكم أخوتي، الله يسهل عليكم ورحمة لكم الوالدين. اشتركوا عندنا في القناة، يلا علي بزاف اللي كيتفرجوا مام أبونيت. وعفوكم أخوتي، الله ينجحكم ويفرحكم ويسقم سعادكم لما تشتركوا عندنا في القناة. بالنسبة للأحداث ديال الحلقة، فغادي نكتشفوا أنه الراجل ديال غيتا غادي يتبدل على مرته بزاف، وهادشي لحظاته وحتى الابن ديالو لاحظ هادشي في الوقيته اللي كان الدري كيحس باللي باه بوحدو هو اللي كيوقف معاه ويحفظه ويلعب معاه، فمبقاش. وتمو من شحال هادي عمرها لعبت معاه بعدها في شي وقيتات اللي تتكون شي مناسبة ولا شي حفلة. مازال غادي نكتشفوا باللي الاب الزوج ديال غيتا راه كيخرج مع فاتين، وفاتين كتحاول انها تغريه باي حاجه باش تكون بيناتهم علاقه، وبالفعل هادشي بدا كيديفلوبا. والسبب ديالو شنو هو؟ هو فاتين مشات لعندو وقالت لي انا عندي مشاكل وعندي شي حويجات اللي باقي مبرسطيني من شحال هادي، وما عنديش شي صديق اللي نكون قريبه منه نعاود ليه. وهنا فين بداو تتقربوا مع بعضياتهم. مازال غادي نكتشفوا بانه غيتا غادي تحس بلي بصح راجلها بعيد عليها، ما كتحسش مع راسها انها مرتاحه معاه. وغادي نشوفوا بانه غادي تواجه هي وياه، وغادي تدوي معاه، وغادي تقلب ليه التليفون ديالو. فغنكتشفوا بانه من بعد ما غادي تعرف باللي عنده علاقه مع فاتين، يلا غادي يبغي يشرح ليها، يقول ليها راه ما بيناتنا والو، راه غير الخدمه، راه غير هي عندها شي مشكل، وداكشي علاش بغيت نوقف معاها ما حد في الازمه هذه، وراك عارفه الخدمه ديالي كيدايره. ما غاداش تيقو، وغادي تمشي وغادي تواجه هي مع فاتين، وغادي يكون معاهم حتى الراجل ديال غيتا. وهنا في غادي تشوف انه فاتين غادي تقلب كلشي عليه، وغادي يقول ليه لا راه انا كنت كنجي عندك عادي، انت اللي بديتي كل مره كتقرب بيا، وانت اللي خليتيني انني نطيح فيك ونبدا نقلب عليك، وكون ما درتيش انت هادشي كاع كامل ما كنتش انا كاع غادي نوصلوا لهاد المصل هادي. وهنايا كما كنعرفوا حنا باللي فاتين السكرتير ديال الحاج، وكما كنعرفوا باللي الحاج بدا كيتيق اكثر في فاتين، وما يقدروش يبدلوا لها البوست ديالها على قبل الزوج ديال غيتا باش يبعد عليها، لا بلقاو كيديروا. واصلا داك البوست حساس حيت خاصها يكونوا في راسها اسرار، غادي تكون كتعرف بزاف د الحوايج على الحاج اللي ما خاص اي واحد يعرفهم. وهنا فين غادي تشوفوا اصلا الحاج غيبدا يحس بلي الشركه فيها شي حاجه، فيها بزاف ديال الحوايج. اصلا بنتو الصغيره كيحس بها بلي باغيه تخدم وباغيه تهز بالشركه، ولكن في نفس الوقت راه بالها مشغول مع شي حد اللي هذاك الحد هو اليد اليمنى ديال غيتا، حيت هي اللي كانت قالت ليه الا كان عيدك بصح اختي انا غادي نحاول نخليكم قرابين مع بعضياتكم والباقي عليك. فهنا كنشوفوا بانه بزاف ديال الحوايج بداو كيتقلبوا. غيتا حتى هي باغيه ان باها تبدا تتحكم فيه، ما تخليهش يخرج الفلوس، ما تخليهش انه يصالح الغلطه اللي كانت دار في الماضي حيت غلط بزاف وشحال هادي، وبدات كتراقبه على اي حاجه كيديرها. وهنا في غادي يكتشف انه الحاج غادي يجي واحد الوقيته وغادي يتوفى، ولكن قبل ما يتوفى غادي يخلي واحد الوصيه اللي غادي يصدمهم بها كاملين. اما بالنسبه للمياء، فغادي يكتشف بانها غادي يخرجوا التصاور مخلين بالادب عليها، وخصوصا هادشي كامل طرا حيت كانت تفر ليها التليفون وطاح دوك الدراري اللي باغي الفلوس باي طريقه، وهما عارفين بلي هادشي واحد الوقيته وغادي تشهر حيت راه كدير المسابقه ديال الغناء ومشاركه فيها وكتغني مزيان. فخلاو داك الفيديو حتى ولات لمياء معروفه، ولاو الناس كيعرفوها مزيان، وشدو دوك التصاور اللي كانوا في داك التليفون وزادوا عليهم المونتاج وحطوا راسها في الاجساد وحده اخرين. وهنا التصاور هادو ولاو كيصيفطوهم لمياء وتيقول ليها احنا عندنا التصاور هادو عليك، الا موتي تعطينا القده والقده ديال الفلوس راه التصاور هادو غادي نشروهم وغادي نشوهوك، وهادشي كامل اللي توصل عليه ما غادي ديري منه حتى شي وزه، الناس كاع ما غاتبقى تحترمك. لمياء غادي يبقى فيها الحال بزاف، وغادي تعرف بلي هادشي كامل طرا بسبب تليفونها، وغادي يشوفوا بلي علال غادي يعرف شكون اللي دا ليها التليفون حيت كان عارف شكون اللي داه. وغادي يمشي عندهم وغادي يتواجه معاهم ويقول لهم دابا غادي تحيدوا دوك التصاور، متبقاوش تهددوا الأمياء. غايقول لهم بلي غايقولوا ليه بلي حنا راه معنا لا تليفون لا والو، هذاك راه صافي ركبناه بعناه، وفلوسه راه شحال هادي قسمناهم. هو ما غاديش يثق فيهم بطبيعة الحال حيت عارفهم بلي ما يسواوش هاد الفعل ما يكونوا غير ديالهم، فغادي يبقى حتى غادي يدي لهم التليفون بلا ما غادي يحسوا. وهنا ملي غادي يدي لهم التليفون غادي يديه على الولد الصغير ويقول ليه جبت لي التليفون هذا اي حاجه فيه جبدها. يقول لي راه الدري الصغير يقول علاش جيبوا لي، يقول لي راه حيت فيه الكود وانت عارفك راه تقدر تحيد ليه الكود ونشوفوا شنو كاين فيه.
الدري غادي يجبد التليفون، غادي يحيد ليه الكود، وغادي يشوف التصاور الفيديوهات كلشي اللي مصور فيه. وهنا فين غادي نشوفو انه هلال غطيح ليه واحد القضيه باش انه يقدر يدخل من الاسباب ديال الفلوس، خصوصا التليفون فيه بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال التصاور اللي كيخصو غير البنات، حيت لمياء كتعرف شحال من وحده اخرى اللي الدراري الاخرين ما فكروش انهم يديروا هاد الخطه هادي. هلال كيقلب غير على الفلوس باي طريقه، واخا يقدر يكمل هو ديك الميسيون اللي كانت بدات ديال كانوا كيهددوها بالتصاور، راه في اي لحظه يولي هو يهددها بالتصاور وهو راه معاها في الدار، وفي نفس الوقت كيبتزها بشي تصاور اللي مصاوبينهم دراري اخرين. هو بلاص ما حيت خدا التليفون يعاونها يوقف معاها، لا هو بغى ديك لافير اللي غيديوها الدراري الاخرين بغى يديها هو، دوك فلوس يكتبوا ليه هو. وميم فؤاد بصح غادي يكتبوا باش انهم يتزوجوا، ودار الخطوبه قبل وداروا كلشي. دابا في هذه الحلقه هذه بالضبط غادي يتزوجوا فيها، حيت بصح كيبغوا بعضياتهم. أميمة اصلا واحد الانسان اللي معزيزش على داكشي ديال الدوران، صح هي منخرج مع هذا نمشي مع هذا، هي محترمه راسها، هي كتدوي مع دراري ولكن في اطار الاحترام، كيدوي عادي ماشي داك التبرعيس الاخر. فمازال غادي نشوفوا ان اميمه ملي كان جا عندها فؤاد ودوى معاها المعقول خربقها، ما قدرت لا تقول ليه لا 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 حتى شي حاجه، خلات الوقت تتفكر على خاطرها، فما غلطاتش، بقات انها كتحاول تشوف فؤاد واش غادي يقدر يكون راجل مناسب ليها، بقات كتختبره وكدير بزاف ديال الحوايج. من بعد عرفت بلي يتزوجوا ويعيشوا مع بعضياتهم اونسومبل، وكانت دوات مع غيتا في القضيه وقالت ليها بلي راه فؤاد راه ولد الناس، راه ملي دخل الشركه عمرنا ما شفنا فيه العيب ولا شي حاجه هكا. فمازال غادي يكتشفوا انه عادي اللي هو خو اميمه، كان داه الاب ديالو الحاج، كان داه الفيرما باش انه يبعد على المخدرات ويحاول يشوف حل لحياته ويتخلوى ويفكر كاي انسان. فلا هو في ديك الوقيته اللي كان مخلوي كان غير كيقلب على كيفاش يهرب كيفاش يخرج من هاد العربيه هادي ورجع للمدينه ديالو. فغادي نشوفوا بانه عادل صافي ديك الطريق هي دي عاجباه، باغي يبقى غادي خارج مع الدراري صحابو ويكمي ويشرب ويدير الكوكا وهادشي هذا كامل. علاش؟ حيت عادل كحس براسو ملي تزاد، وباه كيتعامل معاه بواحد الطريقه اللي خايبه، ديما كيفضل البنات عليه، ديما كيتهلا فيهم كيحميهم، وهو مهتمش بيه كاع، حيت راجل زعما مخليه انه يدوق الحلاوه ديال الحياه، ماشي الحلاوه ولكن المرار ديال الحياه، يتعلم كيفاش يكون راجل، ولكن هادشي ما قدش عليه وفهمو غلط، فهمو بلي راه ما كيحملوش وما كيبغيش، تيفضل خواتاتو عليه هو حيت هما بنات هما كيقراو، انا لا انا هادي. وهاد الهضره هادي راه وحده اللي متسراه اللي هي الام ديالو، الام ديالو بلاصه ما تمشي تواجه وتكبر المشكل وتقول لهم بلي راه ولدي بلي ولدي راه كيضرب البيضه وهادي، لا بقات ساكنة عليه كدوي معاه غير بيناتهم، وهادشي هو اللي خلاه انه يزيد يتمادى ويخرج على السطر. هادو اخوتي غادي يكونوا من اهم الاحداث ديال الحلقه هادي. عفاكم عفاكم، ما تنساوش تشتركوا عندنا في القناه، الله يرحم لكم الوالدين وييسر امركم ويسهل عليكم ويفرحكم ان شاء الله يا ربي. راكم عارفين واخر بقيت كنحطوا فيديوهات بزاف نظرا لبزاف ديال الاسباب. المهم ما تنساوش تشتركوا في القناه باش ان شاء الله نرجعوا بالوتيره اللي كنا معروفين بها واللي كنتو كتبعونا بها. وهذا ما كان، الى اللقاء في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. مع السلامه.